وللحديث أكثر عن المساعدات التي قدمتها هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى على العائلات النازحة في مناطق مختلفة من أربيل، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم المنظمة دكتور ناصر الفهداوي. أهلا بك دكتور ناصر. بداية، قدمتم في المنظمة وبالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق مساعدات على عدد من العائلات في أربيل، لو تحدثنا أكثر عن هذه الحملات تفضل. حياكم الله سيدي الكريم، حيا الله قناة الرافدين وكادرها ومشاهديها الكرام. أهلا بك. هذه الحملة قدمتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين. نعم. وهي عبارة عن حملات عدة على استمرت لعدة أيام خلال الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. هذه الحملة تضمنت توزيع وتوصيل السلات الغذائية لمنازل النازحين خلال الشهر الفضيل. نعم. ولتشمل أعداد كبيرة جدا من العائلات الكريمة النازحة والمهجرة قسرا وعائلات المغيبين والمختطفين والأرامل والأيتام وكذلك ذوي الدخل المحدود، وهذه العائلات متوزعة في مناطق مختلفة من محافظة أربيل في كردستان العراق. نعم. كانت هذه الحملات استثنائية ونوعية في الجهد الإغاثي، توصيل الجهد الإغاثي إلى منازل النازحين وحتى نخفف عن العائلات الكريمة النازحة والمهجرة قسرا من عناء الانتقال الى مراكز تسليم السلات الغذائيه. علينا على انفسنا ان نوصل الجهد الاغاثي الى منازل النازحين. هذه الحمله وهذه الحملات التي استمرت يعني عده ايام تضمنت توزيع اكثر من 300 سله غذائيه على مناطق مختلفه، منها دارتو ومانزاوا وبيرزين ومجمع الزيتون ومجمع حيران السكني وكذلك مجمعات سكنية أخرى ومناطق مختلفة من محافظة أربيل. نعم. وصلنا السلات الغذائية وصية المواد إلى العائلات الكريمة النازحة في هذه المناطق المترامية البعيدة خارج مدينة أربيل وداخل مدينة أربيل. نعم دكتور ناصر، يعني هذه الحملة وفي هذه المرة كانت نوعية، حيث أوصلتم السلات الغذائية إلى بيوت المستهدفين كما تفضلت وتحدثت، ألا يعد ذلك جهدا مضاعفا على خلاف الحملات التي كنتم تستهدفون فيها المخيمات، وكيف كان التواصل؟ حقيقة لمعرفتنا ولإطلاعنا القريب على أحوال العائلات النازحة الكريمة في مناطق محافظة أربيل. نعم. لابد أن نقدم لهذه العائلات الكريمة على الرغم من شدة ظروفها، نقدم لها جهدا إغاثيا استثنائيا. نعم، كادر المنظمة وكادر القسم الإغاثي وكادر فروع هيئة علماء المسلمين الذين عقدوا الاتفاق الإغاثي الكبير خلال شهر رمضان المبارك لتقديم أقصى الجهود الإغاثية لأهلنا النازحين في مخيمات ومناطق النزوح، ولذلك يعني كان لابد علينا أن نقدم للنازحين والمهجرين في مناطق السكن، وهذا جهد مضاعف حقيقة. هنالك عقبات في الطريق، هنالك مشاق في الطريق، هنالك التصاعد الكبير في انتشار وباء كورونا في أرقام قياسية مخيفة، لكننا مع ذلك نرى ظروف أهلنا والظروف المأساوية المعيشية التي يمرون بها. حقيقة تفاجأنا بالأحوال المعيشية الصعبة التي يمر بها أهلنا من الأرامل والأيتام، انعدام المواد الغذائية بالكامل في منازلهم. هم لثقتهم بهيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى وكادر فروع الهيئة ومؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية عادة يدعوننا إلى أن ندخل إلى منازلهم لكي نرى أحوالهم، لكي نثق بأن هذه الجهود الإغاثية قد جاءت في محلها. ولذلك رأينا أمور حقيقة من الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها أهلنا النازحون. العائلات حقيقة الآن يتنازلون عن 90% من متطلبات الحياة. هم اليوم حقيقة على هامش الحياة. نحن ننذر بأن مجتمعنا العراقي والشعب العراقي يمر في نكبة حقيقية كبيرة جدا من الظروف المعيشية الصعبة في مختلف الفئات وفي مختلف شرائح المجتمع العراقي. نعم. هنالك كارثة كبيرة جدا تمر بها الأرامل، الأيتام، ذوي الدخل المحدود، معدومي الدخل. رأينا منازل يستأجرها 7 عائلات و4 عائلات لكي يقتسموا الأجار البسيط الذي هو لا يتعدى $100.
لكي يتجاوزوا الظروف المعيشية الصعبة في وصلت. لأنهم ممنوعون عن نعم. عن منازلهم وعن مناطق سكن مناطق. نعم، نشكرك على إيصال وإيضاح الفكرة دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.